بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من دخل الكيل والوزن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا فيما أنزل الله إلا دعوا الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه واللفظ له، ورواه البزار والبيهقي. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره الحافظ المنذري في الترهيب من دخس الكيل والوزن. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، يعني أهل المدينة والأنصار والله عليهم، قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون في البيع والشراء، وكانوا أخبث الناس كيلا، أو من أخبث الناس كيلا، يعني يطففون في الكيل، يطففون في الميزان، ويبخسون الناس أشياءه في ذلك. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله سبحانه وتعالى عليه من القرآن، فكان مما نزل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، فكانوا من أحسن الناس وزنا بعد ذلك. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال، أو خصال خمس، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني خمس أوصاف، خمس أشياء لو وقعتم فيها وابتليتم بها جاء من وراء ذلك العذاب من عند الله سبحانه معجلا في الدنيا، عاجلا يكون في الدنيا. هذه أشياء ينبغي على المسلمين أن يجتنبوها، وينبغي أن يتدبروا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأحاديث، ليعلموا مواطن الداء الموجود في أمة الإسلام، يعرفوا لما أمة الإسلام الآن ذليلة بين الكفار، تعذب عليها الكفار وأذل المسلمين في كل مكان. العيب من أنفسه: ما أصابك من مصيبة فبمن كسبت يداك، وما أصابكم مصيبة فبمن كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمرء بمن كسبته يداه يبتليه الله سبحانه تبارك وتعالى بما يستحقه من عقوبة عاجلة أو آلمة. فهذه الخصال الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوداع التي لم تكن صمدت في أسلافهم الذين مضوا. هذه بلية ومصيبة يبتلى بها الناس، فإذا ابتلوا بهذه المعصية كان من وراء ذلك بلاء آخر، وهي المصائب والأوداع. البلية قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط. إذا ظهرت الفاحشة بين الناس، ظهر التبرج عند النساء، وظهر من الرجال بسبب ذلك الوقوع في الزنا، واستحلوا ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى من الزنا ومن اللواط، فانتشر بين الناس وشاع ذلك، استحق الناس أن يبتليهم الله سبحانه بأوداع لم تخطر على بالهم قط، لم يروها قبل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إلا فشى فيهم الطاعون والأولاد. لن تظهر فيهم الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها يظهروها، يظهر الإنسان أنه يفعل الفاحشة، يظهر المرأة ذلك والرجل ذلك ويتستر عليهم الناس، ثم يعلنون بهذا الشيء ولا يهتمون بأن يراهم أحد. يمشي الرجل مع المرأة في الطريق، في البحر، في الشارع، يفعل ما يشاء من معاصي ولا أحد ينكر عليه، ولو حد قال له حدود أنت مالك، مالكش دعوة، قانون في صفي، المرأة كبيرة في السن من حقها أن تعمل هذا الشيء، القانون في صفي، حتى يعلنوا بها وتجدعهم الحكومات على ذلك، فيصنون لهم الأحكام الوضعية لإباحة الزنا، أنه يجوز هذا الشيء. طالما المرأة بالغة ورشيدة من حقها، ومحدش بدعوة في هذا الشيء، والوحيد الذي من حقه أن يشكو زوجها فقط كما تفعل حكومات الكفر في بلادهم، ويقللهم المسلمون في بلادهم، وانت مالك محدش بدخل بهذا الشيء. فيعلمون بها ويصنون القوانين للناس. الآن يبحثوا عن قوانين إنه زواج المثلين، المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، قانون يعني إعلان هذا الشيء. يفعلون ذلك فيبتليهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بالأمراض التي لم تكن على بالهم. يأتيهم الطاعون، يأتيهم الكوليرا، يجيلهم الإيدز، يجيلهم الفيروس، يجيلهم التبل الوبائي، فيروس إيه وفيروس بي وفيروس سي وفيروس كذا، والله أعلم إيه اللي هيجي بعد ذلك من بلاء ومصاب. كل ما يقولوا وصلنا للعلاج لهذا المرض تنقله مرض ثاني، يقولوا وصلنا للعلاج تنقله مرض ثاني، وهكذا لا يزال الأمر على ذلك طالما الإنسان يعارض الله سبحانه وتبارك وتعالى ويحارب الله سبحانه. الله يبتليه بالعلل والأمراض التي لا يقدر أن يقاومها أبدا. فتجد هؤلاء الناس يصيبهم الله عز وجل بالبلاء من عنده، وإذا نزل البلاء يعم مش هيقص هذا البلاء، ينزل البلاء تجد الإنسان المريض بالإيد، وبعدين ينقله منه دم الإنسان تاني ملوش دم في حاجة، قالوا الإيد هو كمان من غير شيء، مريض بالتهاب كبد وبائي وهو بسبب بلية من البلايا التي عملها، وينقل الدم لغيره يتلوث يمرض فلان ويمرض علان، وتأتي البلاء على هؤلاء جميعهم. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش هيجي البلاء على الظالم بس، على الجميع، على الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان. فهنا من أعمال الناس يسلط الله عز وجل عليهم من يذيقهم الأمرين. الناس يظلمون، والناس دائما تنظر لك الحكام بيعملوا كذا، الحكام بيعملوا كذا، الحكام الظالمة، وينظرش نفسه هو بيعمل إيه. هذا الإنسان لو أن الإنسان انصلح حاله ولا الله عز وجل عليه من ينصفه ومن يكون صالحا، ولكن من عمل الإنسان ومن ظلم الإنسان يولد الله عز وجل عليه من يشدد عليه ومن يؤذيه ومن يجور عليه. انظر هنا لما يؤذينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولم ينقص المكيال والميزان. يا ترى كم من الناس ينقصون الميزان والمكيال؟ كم من الناس؟ كم من التجار؟ نقولوا ايه 70% 80% 99% من التجار الا من رحم الله سبحانه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يخاطب التجار يقول: ان التجار هم الفجار، واكثر اهل المدينه تجار يتاجرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك: ان التجار هم الفجار. ليه يا رسول الله التجار هم الفجار؟ فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان احدهم يحلف فيكذب ويعد فلا يوفي. يبقى هنا من فجورهم انه يحلف السلعه دي والله وقف علي كذا وهو كذاب فيما يقول، علي الصلاة السلعه فيها كذا وهو كاذب فيما يقول، يحلف بالله ويحلف بغير الله وهو كاذب فيما يدعي ذلك. والشياطين تخدع امثال هؤلاء. تلاقي بعض التجار الحمقى المغفلين يطلع من بيته ويحلف 100 طلاق، ولما تقول له بتحلف تقول له: لا ما لما طلعت من البيت قلت ان كل يمين احلفها النهارده ما هيش صدق. كلها كده هو بيظن انه هذا الشيء يعني بيضحك على نفسه ويخدع ربه سبحانه وتبارك وتعالى. بلاء فوق بلاء. يا ترى هؤلاء الناس زوجتهم معاهم عايشين في حلال ولا في حرام اللي بيحلفوا بالطلاق 100 مره على شيء مش هيعمل كذا ويعمله؟ وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا
حلف أنه لا يبيع سلعة، حلف أنه لا يبيعها، ثم باعها بعدما حلف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع آخرته بدنيا، باع الآخرة بهذا الشيء الذي قال. فترى كم من الناس يبيعون أخراهم بدنياهم بمثل هذا الشيء، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أخذوا بالسنين القحط، يمنع الله عز وجل عنهم المطر، لا ممكن يسد لهم المطر، وينزل مطر الأرض ما طلعش، وإذا الأرض طلعت حالة يبتليهم الله عز وجل بالحشرات وبالديدان وبالأوبياء اللي ضيع الزروع بتاعتها، وإذا طلعت الزروع ظهرت كبيرة بين الناس ياخدوها يأكلوها، لا ملهاش طعم فيها. شوف بين الناس كم من الناس يغشون، وتطلع الفاكهة تدوقها ملهاش طعم، يطلع السيارة الصبح صغير بعض الظهر تلاقي السيارة ضخمة اتنفشت بسبب ما يضعونه عليه من أشياء أوبئة للناس، أشياء تؤذي خلق الله سبحانه وتعالى، ألا لعنة الله على الظالمين. كم يؤذي هؤلاء الناس بعضهم بعضا ببعدهم عن الله سبحانه، بجشعهم، بطمعهم. يطمع كل إنسان، يطمع المزارع طماع عايز ياخذ أكثر ما يقدر عليه، التاجر عايز ياخذ السلعة بثمن دقص يبيعها بأعلى ما يكون، يبيعها فردانة، يبيعها تلفانة، يبيعها زي ما يبيع، المهم أنه يكسب. إذا أظهر أنه يخدع الزبون في أنه ينقص في الكيل والميزان، ما فيش مانع من ذلك، يعمل ميزانين، ميزان يشتري بيه وميزان يبيع بيه، اللي عايز يعمله يعمله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الظلمة يستحقون أن يؤخذوا بالسهيل وشدة المؤنة. المؤنة الحياة تصير شديدة عليهم، الأسعار تغلى على مثل هؤلاء الناس بسبب أعمالهم. المؤونة اللي عندهم بقى الأمر، كل إنسان يقول لك مش لاقي، مش لاقي، الحالة بقت غالية. كذلك دور السلطان يسلط عليهم سبحانه، الحاكم الذي يدور عليهم، يفرض عليهم ضرائب، يطلع عليهم أشياء، ويأخذ منهم من أعمالهم، يسلط الله عز وجل عليهم. لذلك لما الناس يقول عايزين تغيير، تغير ما في قلبك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، آية في كتاب الله عز وجل. غير ما في قلبك من غش، من خداع، من طمع، من جشع، من إرادة حسد للناس على ما أتاه الله عز وجل من فضله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. إذا منع الناس الزكاة لم يخرجوها، تحايلوا عليها للهرب من الزكاة فلم يؤدوها، الله سبحانه تبارك وتعالى يمنع عنهم القطر. يا ترى هيمنعوا 100%؟ الله على كل شيء قدير، ولكن برحمته سبحانه يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لولا البهائم لم ينقض، لولا ان في بهائم مظلومه هتتظلم ما كانش بينزل عليهم المطر اصلا من السماء، لانهم يستحقون ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فياخذ بعض ما في ايديهم. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، نقض العهد ونقض الميثاق، الخيانة التي اشتهر بها الآن العرب، اشتهروا بهذا الشيء. بعدما كانوا يوفون بالعهود رجعوا إلى جاهليتهم مرة ثانية، فإذا بهم يعاهد بعضهم بعضا وينقض بعضهم مع بعض، يحالفون أعداءهم على إخوانهم المسلمين، يكون غدارا مع المسلم، مع أخيه المسلم. حصل فيهم إيه؟ قال الله سبحانه وتبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا من أوفى بما عاهد الله عليه، هذا سيؤتيه الله عز وجل أجرا عظيما. من نكث فإنما ينكث على نفسه، إذا الذي ينكث في العهد نكثه على نفسه، يحصل في إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، من غيرهم يعني من غير المسلمين، أعداء يسلطون فيأخذون بعض ما في أيديهم. خدوا العراق وخدوا فلسطين وخدوا بلاد المسلمين بسبب إيه؟ هذه مصائبنا التي ابتلينا بها لم ننظر إليها. إيه سبب الهزائم اللي علينا؟ إيه سبب إن بلاد المسلمين مفيش فيها الزروع الكثيرة، مفيش فيها كذا مفيش فيها، وعند الكفار جنات وبساتين في بلادهم، اللي يروح لك ينبهر بما عندهم. عندهم عدالة في بلادهم فأعطاهم الله سبحانه وتعالى رزق. عندنا ظلم بيننا وبين أنفسنا، نظلم أنفسنا ويظلم بعضنا بعضا، فإذا بنا امتلأنا من المعاصي
فحرمنا من فضل الله سبحانه إلا برحمة ربنا لبعض الصالحين وللبهائم التي في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله، إذا لم يحكموا بحكم الله سبحانه ويأخذوا الخير من كتاب الله، يتخيروا يعني يأخذون الخير من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إلا جعل بأسهم بينهم، إذا تركوا القرآن وتركوا السنة وصاروا يحكمون بغير ما فرضه الله وبغير ما أنزل الله، كان المسلمون أعداء بعضهم لبعض، يعادي بعضهم بعضا، لأنه صار أمرهم على الدنيا، فنزع من قلوبهم الخير واستحل على أو حل عليهم عقوبة رب العالمين سبحانه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يهدي المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يراجعوا دينهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.